بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في عندي لفائف كيكة التايجر. المقادير في عندي 4 بيضات، واحدة سكر فانيليا سكر، وواحدة بيكنج باودر. عندي كاكاو 2 كبار أو 3، هنستخدمهم على مرحلتين. عندي 1/2 كوباية مي، 1 كوباية سكر، 1/2 كوباية زيت، عندي 2 كبار نشا، عندي طحين حسب العجينة ما تاخد معنا. أول شي بسم الله نحط البيض، هلا حطينا البيض، نحط الفانيلا، نحط السكر ونخلط. بسم الله هلا نحط الزيت. بسم الله نخلط. هلا نحط المي، نخلط. بسم الله نحط النشا والطحين شوي شوي، نشوف العجينة قديش بدها تاخد. انا عندي 1 كيلو طحين، بدي اشوف او حسب انتم ما تشوف العجينة شو اخذت من الطحين. وحط البيكنج باودر، ونخلط شوي شوي. هيك العجينة أنا ما بدي إياها هيك زي الكيكة، بدي إياها تكون أتقل شوي. أحط كمان من الطحين، بسم الله، وأشوف العجينة هيك. هلأ نشوف الخطوة اللي بعدها شو بدنا نعمل فيها. هيك أنا جبت شوية زيت عشان أعرف اتصرف مع العجينة. بدي اقسمها هلا ل3 اقسام، واحد يضله ابيض، واحد بدي اعمله بالكاكاو. هي لازم شوية زيت عشان ما تلزق هيك. وهي اسم تاني، نحاول نخليهم كلهم قد بعض هيك تقريبا قد بعض. هاي الزيت هسه بساعد، هاي هيك يعني بالنظر نشوف هون يكونوا قد بعض. هاي اسم، وهذا الاسم نخليه هون شوي بس نعدله مع بعض. شوية زيت، هاي تقريبا كلهم شكل بعض قد بعض. هاي هون 3 هيك قد بعض. هذا هلا نسيبه على جهة، نجيب اول واحد نرش من الكاكاو شوي ونشوف كيف لونه. هاي نخلي اللون تبعه شوي الكاكاو خفيف. هاي كمان شوي، هيك لونها. هلا هاي بدنا نحاول نخلي لون الكاكاو يكون اتقل اكتر من هديك، اللون اغمق، ونعجنها ونشوف. إذا لزقت معكم أو شي بتحطوا شوية زيت.
هيك انا عندي جهزت 3 الوان، هاي الفاتح شوي، هاي الاغمق، وهاي اللون اللي ما حطينا عليه شيء. هلا جبت هاي ورقة زبدة او اي شيء عندكم بتشتغلوا عليه، ادهنها زيت عشان اعرف اشتغل بسرعة. مد معاي العجينة، نحاول نمدها. انا بدي امدها حسب القالب اللي عندي. انا عندي القالب بدي احطه اسطواني، اورجيكم اياه هلا. هاي انا عندي القالب، هاي دهنته زيت وطحين، هاي بدي امد اعملهم بالطول واحطهم بقلبه، عشان هيك بدي امد العجينه على طوله. بتحبوا انتوا تحطوه بقالب مدور عادي ممكن. هاي جبت اللون الاخف، هاي ما جبتش اللون التقيل. بدي احاول هيك، انا حاولت كلها مديتها، اذا قطعت مش مشكله، بتضموها على بعض بتفردوها، بتفرد معكم. هلا ضايل اللون الغامق اللي عندي، هذا اكتر شي غامق. هاي حط شوية زيت كمان واحاول برضو افردها، اول شي هيك وبعدين على العجينة. هذا اللون اغمق، هاي بنحطه شوي شوي، تفرد معنا العجينة. هيك انا فردت العجينة كلها. هلا بدنا نبلش نلفها. الورق بساعدنا، ورق الزبدة، هاي لفة حسب طول القالب اللي عندنا. هاي اول لفة هيك، بدي اقصها واحطها بالقالب، احاول اسويها. حطيت اول واحدة، اذا زاد شي بنحطه وبنقدر نحطه بالفراغات. هاي كمان كمان لفة، هيك لفة واحدة بس، هاي هيك، ونقصها هلا نحطها بالقالب. هي حتطول معنا مش مشكلة، إذا زاد شي بنحطه على جهة وبالفراغات بنحطه هيك. نحطها بالقالب كمان، هاي بالقالب لما نلفهم كلهم هيك. أنا كلها حطيتها مع بعض، أسيبها بس شي نص ساعة يرتاحوا، وبعدين أحمل فرن على 170 درجة ونحطها فيه بعد النص ساعة ونشوف كيف شكلها. هيتني أنا بعد نص ساعة شوي سبتها ترتاح، بدي أحطها بالفرن، حميته قبل 10 دقايق على 170 ونشوف بعد. هاي أخذت معي شي نص ساعة، طلعت هلا من الفرن، نسيبها تبرد وأقلبها ونشوف كيف شكلها. هيك سبتها تبرد، قطعت شي كم قطعة منها، وهي شكلها. إن شاء الله بتعجبكم الطريقة، وما تنسوا تنشروا الفيديو على المجموعات وبالجروبات عشان يتفاعلوا، وتضغطوا على الجرس ويصير التفاعل أكتر، وتشتركوا بالقناة. هي شكلها، إذا بتحبوا بترشوا سكر مطحون أو ممكن شوكولاتة تحطوا فوق على الوجه هيك. هي شكلها، وإن شاء الله بتعجبكم الطريقة.